يعطيك العافية. علينا علي حسن. شلونك أخي نادي؟ نين الحمد لله. شو أخبارك؟ ماشي الحال. شو عم تساوي؟ مثل مالك شايف غرقان بالشغل. الله يعطيك العافية. بتعرف وين كنت امبارح أنا؟ لا والله. كنت بكفر البطيخ. شو هالحكي؟ الله يهنيك يا عمي. ومن أيمتى كنت تطلع سيارين أنت؟ لا سيران ولا بطيخ مبسمير. رحت زيارة لجماعة مع ابن خالتي. منيح سيدي، المهم اسمه شميت هواء. صدقني انا صار لي سنتين ما طلعت لابعد من جوبر. المهم سيدي هلا اترك لي هالشغل من ايدك، لا احكي معك كلمتين نضاف. وهي تركت. تفضل. بتعرف قديش حق كيلو البطيخ هنيك؟ بليرة سوري. هلا خليتني اترك شغلي مشان تقول لي حق كيلو البطيخ لكفر البطيخ بليرة؟ هلا لا طول جايك بالحكي. وبتعرف قديش حق كيلو البطيخ هون؟ لا والله ما بعرف. بخمس ليرات. ولك يا حبيبي انا شو دخلي بهالشغله؟ يعني اذا كان حق كيلو البطيخ ليره ولا عشر ليرات، انا شو راح يجيني؟ شو قالوا لك عني تاجر بطيخ انا؟ لك اخي هلا ليش هيك بصرتك محروقه انت؟ صبرك علي شوي. بحسبه بسيطه بيطلع معنا انه كيلو البطيخ بيربح من كفر البطيخ لهون اربع ليرات، يعني خمس اضعاف. المعنى إذا الواحد نط على الكفر وجاب ألف كيلو بطيخ ما رح نقول أكتر وباعهم هون، بتعرف قديش بيرباح؟ لا والله ما بعرف. طبعا ما رح تعرف. قاعد لي مثل الحجي غشيم ورا هالطاولة، ها هي الآلة الحاسبة. إذا قلنا انباع الكيلو بأربعة ونص مشان المضاربة، أربعة ونص ضرب ألف بيطلع معنا 4500. قيم منهم 1000 ليرة أجرة سيارة ومصاريف بيبقى 3500 ليرة، بقى قلال هدول، إيه هدول قد معاشك كل شهر. شو قصدك؟ قصدي أنا بكرة طالع على الكفر مشان جيب سيارة بطيخ وحاسب حسابك حتى تشاركني فيها. ها أنا شاركك؟ إيه أنت شو ناقصك يعني؟ يعني معقولة نترك الوظيفة مشان نروح نبيع بطيخ؟ لعب على السمعة؟ أول شيء اطمن، ما رح نترك الوظيفة، رح ناخذ إجازة كم يوم. تاني شي ليش كل هالاستغراب؟ عادي كتير، شبههم بياعين البطيخ، مو عالم وناس مثلنا؟ اختلفنا، بس قصدي بيطلع بإيدنا هيك شغلة يا ترى. ايه شو الشغلة كيمياء؟ هلا أنت شهادتك متر بمتر، مو ليسانس تجارة شهادتك أنت؟ صحيح تجارة، بس مو تجارة البطيخ. يا سيدي كله بينفذ على بعضه. طيب وين بدنا نبيعه؟ ما عنا دكان. لك هلا البطيخ بده دكان انت الثاني، مالك شايفهم كيف مبسطين على الارصفه والشوارع؟ بعدين ولا يهمك، عملت حسابي لهيك شغله واستاجرت خيمه ونصبت على الرصيف. طيب مين بده يبيعه؟ مين بده يبيع يعني؟ انا وياك. انا بقعد ورديه وانت بتقعد ورديه، واذا صار عجق بنقعد نحن اثنين سوا. بس انا اجازاتي خالصه. ولك يا حبيبي قلت لك عامل حساب كل شيء انا. شلون يعني؟ يا سيدي قدمت لك إجازة أربعة أيام ووقعت لك إياها من المدير العام، شو؟ ومشي الحال، أنت ولا على بالك، كل شيء مدروس، أنت بس قول إيه، ها؟ وهي إجازة تانية بلا راتب، مدتها شهرين، مو ناقصة إلا توقيع، بقى إذا الله فتح بوشنا ومشي سوقنا منقدمها، شو قلت؟ ما بعرف، متردد شوي. ما بدك تردد يا حبيبي، جهز حالك بكره الصبح لامرق عليك. بكره اجلها شي يومين لشاور مرتي. لك حبيبي مرتك ما راح تقول لا، وطالما راح تجيب لها مصاري فما راح تحكي شي، بتتاجر بالكفان، بتتاجر بالعفاريت، بتتاجر بالبطيخ، المهم هات مصاري. بكره الساعه 6 بزمر لك بسياره. انو سياره؟ استاجرت هونداي ب 500 ليره، ما قلت لك حاسب حساب لكل شي؟ عن إذنك هلا. كله تمام. لك يا نادر التجارة عبارة عن عملية حسابية بسيطة، واحد زائد واحد يساوي اثنين، المهم الواحد يشغل عقله ويحسب حساب لكل شيء. طيب انت شو ناوي تعمل بالمصاري إذا الله فتحها بوشنا وربحنا؟ والله ناوي اشتري فستان جديد لمرتي وقدم لها اياه بيوم زواجنا. معلومك يوم زواجنا بعد اسبوع، يعني منكون بعنا هالبطيخات وحطينا المصاري بعبنا.
بقى شو رأيك؟ شو رأيك أنت الثاني تشتري فستان جديد لمرتك؟ بركي بترضوا عنك شوي؟ لك اشتريت لها فستان من سنتين، ما حلو ينهرها. أنا فكري عبي مازوت للشتوية. حلو كتير، كمان منيح. يا سيدي إذا مشيت الأمور مثل مالي مخطط لها، منكون أمننا المازوتات وكسوة الأولاد ومونة البيت. بدون ما نمد إيدنا لحدا وبدون ما نرتشي. لأنه نادر بصراحة صرت فكر ارتشي مثل غيري. بس ما بعملها، وحياتك ما بعملها. ضميري ما بيطاوعني. لا أوعك، أوعك ما بدك الشغلة؟ عندك أولاد. إي والله ما بطعميهم حرام، ولو على قطع راسي. أو في عنا شادر بطيخ ما في مثله بالتاريخ، وفي عنا كل بطيخة أكبر من نجم المريخ، في عنا كل بطيخة أكبر من نجم المريخ، في عنا كل بطيخة أكبر من نجم المريخ. مرحبا شباب. اهلين وسهلا. اهلا وسهلا، ميت مرحبا. نحن من إدارة حماية إنتاج الوطني. كمان اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، تشرفنا. هالبطيخ وطني ولا تهريب؟ لك يا عمي شو عم تحكي أنت؟ وطني عمي، وطني. يعني معقول نهرب بطيخ أنت تاني؟ طيب شو في تحت هالبطيخات؟ شو بدك هون في يعني؟ كمان بطيخ. بطيخ؟ نعم. ايه ما بصدق. شيء. وشو لازم نعمل حتى تصدق جنابك؟ بسيطة. نزلوا لي البطيخ على الأرض لشوف. شو نزل البطيخ يا حبيبي؟ شو نزل البطيخ؟ الله وكيلك هلكنا هلكان لحتى حملناهم بسيارة. يعني انكسر ظهرنا وتيبست عضلاتنا. ايه بسيطة. معليش ارتاحوا أنتوا. الشباب بينزلون. وينك يا ابني انت وياه؟ نزلوا لي البطيخ على الارض اشوف، يلا بسرعه. وين سيك خود. سجل 6 بطيخات تكسروا معنا بالتنزيل، وستة أخذوهن الشباب. يعني 12 بطيخة، وهنيك 4 صاروا 16، وهذا لسه ما بدينا كمان. ها وبتدي حاسب حساب كل شيء، كل شيء مدروس ومبرمج. دخيلك انت وهالدراسة. لك شو بضرب بالرمل انا؟ شو بيعرفني انه هيك رح يصير معنا؟ نادر تاجر ومنجم حبيبي ما بيصير، ما بيصير منوب. العمى لك منو هدول كمان؟ والله ما بعرف، امشي لنشوف. العافية شباب. أهلين أخي، الله يعافيك. وين كنتوا؟ بكفر البطيخ. والبطيخ من كفر البطيخ؟ أي نعم. يا سلام على كفر البطيخ وعلى بطيخ كفر البطيخ. شغلة وحلو مثل القطر وأحمر مثل الدم. هذا كله بعل؟ اي نعم بعل. لسه ما تعرفنا بالشباب يعني. نحن من إدارة حماية البيئة والغابات. أهلا وسهلا، تشرفنا. طيب تريدوا شيء ثاني قبل ما نمشي؟ لا سلامتكم. يلا خاطركم أخي. تيسروا، الله معكم. مع السلامة أخي.
اعطونا الهويات لو سمحتوا. تفضل اخي. منين جايين الشباب؟ من كفر البطيخ. معكم بطيخ مشبوه؟ عفوا لسه ما تعرفنا على الشباب. اي معك حق. احنا دورية من الفرع 999. 999. يا اهلا وسهلا بالشباب. يا ميت مرحبا، نوريت. اهلين. بعد اذنكم بدنا نفتش البطيخات. اي بس هلا فتشونا قبل شوي وما لقوا معنا شيء سيدي. ومين فتشكم؟ هيك دورية مثل حكايتكم. ما اختلفنا دورية، بس تابع على مين؟ تابع على لمين؟ قالوا المستهلك. تابع على إدارة حماية المستهلك سيدي. هيك قالوا. اسمعوا شباب، قال إدارة حماية المستهلك، قال جماعة أبو شفيق صار يفتشوا السيارات. وإن شاء الله صدقتوهم ونزلتوا الحمولة كلها على الأرض. شو بدنا نساوي يا سيدي؟ يعني هذا اللي صار هيك يعني. شو يعني؟ الله يصلحكم. لو ما رديتوا عليهم ما بيطلع بيدهم شيء. هدول ايديهم ما بتوصل لشيء، بدهم سلتهم بلا عنب. على كل حال انا ما رح نزل حمولي على الارض، انا رح فتش البطيخات من جوا وبس. شلون يعني من جوا؟ هلا بتشوف. ناولني البطيخه يا ابني. هات هديك هديك الزاوية. ايه ايوه اعطيني هديك اللي قدامك. ايه هذا شو لك؟ طول بالك شوي شوي. على مهلك يا اخي، على مهلك يا حبيبي. هات هيدا شوف. ايه ماشي، يعطيكم العافية. الله يعافيك. تفضلوا. يا اهلا وسهلا. شكرا سيدنا. تفضلتوا على راسنا اخي. تاخذونا. يخلي لنا اياكم. اهلين. الله يحرمنا منكم الهي. خذ يا ابني. زين شوف. روح خذوه على المحرس. يلا. الله معكم. لك شباك شباك فهمني. لك اخي ليش حاطط الحزن بالجرن وقاعد؟ ليش مهموم؟ شو صار يعني؟ كل هالخساره وما صار شيء. شو صار لك؟ شو كان بدي بتجاره البطيخ انا؟ شو بدي بهالتجاره؟ قال شو حاسب حسابه لكل شيء. دخيلك انت وحساباتك يا شباتة مرتي فيي. ولك اخي صحتك بالدنيا، تعيش وتاكل غيرها، المهم الصحه. وحميد ربك يلي ما صرفنا هالمصاري على الحكمه. على القليل تسيرنا وشمينا هوا. قول اكلنا هوا مو شمينا الهوا. هلا ما نشف ريقك من هالقصة؟ بس نشف ريقي؟ نشف دمي. لكان تعال ناكل هالبطيخة البقيانة قبل ما تطير، نحن اولى فيها. هيك قلتك؟ إيه. لكان يعني معقول ما ناكل من طن بطيخ بطيخة واحدة؟ زين زين بالريق لان زين. قولي على حظي. لك قولي على حظي شو مسخم؟ بكل شيء اسود الا بالبطيخ ابيض. ها مرحبا الدورة. اهلين. شو يا لساتك زعلان؟ ليش لحتى ازعل؟ شو صار يعني؟ ولا يهمك، انا رح اعوض لك كل خسارتك. شلون رح تعوضني؟ رح تتحمل خساره لوحدك؟ لا، بس في شغله مضمونه 100% ومربحه 100% كمان. شو هي؟ عم يقولوا انه كيلو البصل بسلمية بنص ليره. شلون؟ مثل ما عم اقول له.